واهلا بيك في المونديال. يعني انا وانت المره دي انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبني مش كده؟ القناه مش هتاخد واحد يسيب الثاني. ان شاء الله تستمتعوا بتغطيه خاصه ومهمه جدا على شاشه الاهلي من ارض الحدث ومن كاس العالم للانديه في الدوحه ان شاء الله. تم كل الترتيبات، كل الاطراف المعنيه والمسؤوله بتجهز هذا الملف، لانه كمان العوده لكاس العالم مساله مهمه. ما العودة لكأس العالم مسألة مهمة، لكن احنا طعم البطولة واحنا في ظل أجواء كورونا. يعني احنا كنا متعودين نروح ونتحرك ونجيب نب الشارع ونجيب نب الإعلام ونجيب، يعني العمل الإعلامي كان فيه ثراء. في حرية حركة. وحرية حركة. ما اعرفش الشكل هيبقى عامل ازاي. المونديال بالكورونا. المونديال بالكورونا والتحفظات والاحترازية وبتاع والتباعد الاجتماعي والتقرب الوجداني. فنرجو ان الظروف تكون احسن بحيث ان احنا باذن الله نقدر نعمل خدمه متميزه باذن الله. طيب ده كان ابرز ما لدينا من تطمينات حضراتكم على دفتر الاحوال الاهلاويه لجاهزيه الجميع. اللي يطمنك المخزون بقى الاستراتيجي من المعلومات عن 5 بطولات حضرناها او 6 بطولات. 5. ايوه واخد بالك، في مخزون استراتيجي. استدعاء هذا المخزون لا هيقدم ماده شيقه جدا جدا بصرف النظر عن كورونا بقى. وريني كورونا هتعمل فيه دي ايه.